القدم أكمل فريق الدفاع الحسني الجديد عقد المتأهلين للمربع الذهبي من مسابقة كأس العرش. الفوز المثير بالضربات الترجيحية كان على وداد بيضاوي في آخر مباراة ربع نهائي يوم أمس بالمركب الرياضي محمد الخامس. مهدي صوابن، عثمان مواضح. شاءت القرعة أن يتجدد الحوار بين عبد الرحيم طالب وعبد الحق بن شيخة في الكأس بعدما انتهى حوار البطولة قبل شهرين بالبياض. طالب طالب اللاعبين بنسيان العثرات السابقة والتفكير في حلم التتويج بعد شهر بالكأس الفضية، بينما بن شيخة هيأ المجموعة نفسيا لتكرار ملحمة الإطاحة بالجيش ومواصلة البحث عن أول إنجاز لفارس دكال الذي ترجم سيطرته إلى تقدم بفضل الجابوني جوان في الدقيقة 12. رد الوداديين جاء بقدم نبيل الولجي في الدقيقة 26. 5 دقائق بعدها توثرت الأعصاب بين الطرفين إثر تدخل خشن من الجابوني جوان في حق الخالقي، ما دفع الحكم التيازي إلى طرد اللاعب الجابوني الذي لم يستصغ القرار ودخل في عراك مع محمد بن رابح الذي سقط في المحظور وتكبد نفس المصير. بينما كان مصير اللقاء اللجوء للضربات الترجيحية التي أنصفت الفريق الأفضل بدنيا وتكتيكيا. كان فري ماتش دو كوب، فيه سيسبانس، كاين هدفين، فيه 120 دقيقة، مشينا لي بينالتي، دوزيام سيري دو بينالتي، يعني السيناريو اتش كوكي، مي خيرتنا هي الكأس خيرتنا، اختارت المجهودات نو زافون فورني بوكو ديفور في الشهرين ونص هادو أو 3 شهور. مبروك. الحظ خان الوداد الذي لعب بالاسم على الورق لكن بدون هوية فوق الميدان. طرد ديال اللاعب وسط الميدان ضعف شيئا ما في ترتيدات الكرات، ولكن ملي وصلنا لضربة الجزاء تبقى الحظ وشوية الضغط على اللاعبين. مبروك جزيلا. رجاء بني ملال هو الحاجز المقبل لفريق جديد قوي، وما يعيشه الوداد حاليا هو امتداد لسنوات الضياع التي قزمت حجمه محليا وصار يتغنى بماضيه بدل التفكير في حاضره ومستقبله.